رايك يا ابو عبد الكريم؟ ابو كايف والله ما عندنا غير يكون لي موظف التلفزيون. ها؟ طيب ما هو مندوب للتلفزيون هذا بعد يا عيد. مستاهل ابو كايف. احنا ما نعطيه. والله اسعد الايام الحمد لله، نسال الله تعالى انه يجعل ايامنا كلها اعياد، حتى نتشاهد حتى نشوف بعضنا حتى نجتمع على الاجتماع. نسال الله تعالى انه يهدينا الى الطريق السوي. طبعا لفرحه عيد جلاله الملك المعظم، هذا هو احسن عيد عندنا، واليوبيل الذهبي، الاحتفال باليوبيل الذهبي ان شاء الله يجعل مليكنا مديد وعيش ورغيد. وهذا طبعا اول احتفال مبدئي، يعني هذا مثل ما تقول مبدا. واحد قدام الاثنين اكثر ومن يخرب.